الصراحة احنا ما كانش عندنا فكرة معينة نعمل بيها الحلقة، فقلنا نعمل حاجة مختلفة شوية. فلمينا الناس اللي موجودة في الشركة وقلنا نسألهم شوية أسئلة. ده واحد فرحان بدقنه، يا حبيبي كفاية كفاية، ودي عرفت ان احنا بنصور بس كده. مين ده؟ يا دي النيلة. ايه ده ايه ده ايه ده، بص العصفورة. لا 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 لا، كفاية هزار يا جماعة. نبدأ بأول سؤال، مين ده؟ مش عاوز تجمع جهاز؟ اكيد عايز اجمع جهاز. نعم نفسي عايز اجمع جهاز جدا. ما بلاش السؤال ده، نفسي والله. طيب استخدامك ايه؟ استخدامي مين اللي بيقل الجيمز الاي سبورتس، وسكندري ببقى عايز اعمل مونتاج للهايلايتس اللي بطلعها من الجيمز اللي انا بلعبها. جيمينج بشتغل بس بيه، يعني اللابتوب بالنسبه لي شغل بس، شوف فيلم مثلا باي ماكس ميم، يعني ببجي موبايل، حاجات للشغل، ايديتنج، مونتاج. والله انا في استخداماتي كلها عباره عن مونتاج وشويه كلر وشويه حاجات افتر افكت كده. بشتغل برامج محاسبيه واكسلات، يعني محتاج اوفيس كتير. لو هتجمع جهاز هتعمل ايه؟ طب اجمعه ليه؟ اكيد اول حاجه ابص على كارت الشاشه، اول حاجه ابص على البادجت بتاعتي او ميزانيتي تبقى عامله ازاي. بص انا الهاردوير بصراحه ما افقهش فيه قوي، رامات كويسه هتنفع مع كاستريمينج. بص هو انا بجد يعني اللي هعمله ان انا هروح لحد فاهم، هروح لمصطفى الفقي. تاني حاجه هبص عليها هي الكارت الشاشه، ان انا طبعا بلعب جيمز ده اهم حاجه عندي، يعني اكتر حاجه ركز عليها كارت الشاشه والرامات والبروسيسور لو يبقى كويس. بس انا محتاج حاجه تكون راماتها عاليه، على اساس ان انا بستخدم كروم كتير وتابس كتير، فانا محتاج انها ايه تكون الدنيا معايا سموزي جدا، ما حبه ار جي بي كده بس كده. فهمت حاجه من الناس دي؟ ما فهمتش، خلينا افهمها لك. الفيديو ده ممكن تقول انه بعنوان ما تخليش حد يضحك عليك، انتبه ان السياره ترجع للخلف. انا قررت ان قبل ما ابدا في سلسله تجميعات كبيره جدا الفتره اللي جايه، لقيت ان الوقت الحالي هو انسب وقت للتجميعات بعد ما عرفنا السوق رايح فين وجاي منين، او اتاكدنا هو رايح فين وجاي منين. واياك تفتكر اننا عملنا كده او قلنا ما تشتريش هاردوير عشان عرب هاردوير ستور، بالعكس الموضوع ملوش علاقه تماما بالموضوع ده. الفيديو بتاع ما تشتريش هاردوير نزل قبل ما الفكره نبدا نشتغل فيها، ومن فتره كبيره جدا، ده بغض النظر عن الناس اللي ما سمعتش الكلام. المهم ان انا النهارده حابب اتناقش معاك في ايه اللي تعمله لو انت ناوي تشتري جهاز جديد او ناوي تشتري تجميعه جديده. المفروض تحدد ايه الاول، هل احدد البروسيسور ولا احدد الكارت؟ المفروض استثمر اكبر جزء من الميزانيه بتاعتي في التجميعه، في الكارت ولا في البروسيسور ولا الرامات، بما ان دولت اهم قطع في البي سي. بس على العكس احنا لازم في البدايه نحدد شويه حاجات تقدر تعتبرها المفاتيح الأساسية لتجميعتك اللي جاية. يمكن الحاجات دي لو اعتمدت عليها هتسهل عليك اختيارك ومش هتخلي الدنيا معقدة بالنسبة لك. فأول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كده، استخدامك إيه هو؟ الاستخدام ده ممكن تشبهه بالحالة الاجتماعية لكل شخص، يعني احتياجات العازب مش زي المصاحب، مش زي الخاطب، مش زي المتجوز، مش زي المتزوج ويعو. فاستخدام الشخص العادي من ويب براوزنج وشغل أوفيس وإكسلات زي حسام وآية مش زي ابدا استخدام الجيمر زي فراب مثلا، مش زي مثلا استخدام الكونتنت كرييتور زي ملاح او حتى زي انس. وكلمه كونتنت كرييتور هنا ممكن تكون يوتيوبر او ستريمر او حد بيعمل مونتاج فيديوز كشغل اساسي، او بيشتغل على فوتوشوب كتير، او بيشتغل على برامج زي 3D موديلنج. كل واحد من دول ليه مواصفات معينه ومتطلبات معينه، المفروض ان في حاجات معينه هو بيركز عليها عشان تخدم شغله كويس جدا. في الغالب الكونتنت كرييتور في الفتره الاخيره بيهتم كل حاجه في الجهاز، سواء بروسيسور، رامات، كارت شاشه، اس اس دي، باور وتبريد. على عكس الجيمر ممكن يهتم بحاجه زي كارت الشاشه بس ما بيهملش الحاجات الباقيه، بس ما بيأفورش فيها زي الكارت، او ما بيديهاش اهتمام كبير زي الكارت، لان الكارت بالنسبه له هو اكبر اسيت واغلى اسيت، هو والشكل بتاع الجهاز. فهنا الكيسه بتبان في السيناريو ده، وممكن الاس اس دي كمان عشان المساحات المتخلفه للالعاب. ما بين الناس دي كلها، سواء حسام وآية وملاح وأنس وفراب أو عبد الرحمن، في عامل مشترك، وده ممكن تعتبره نصيحة، هو إنك بأي شكل من الأشكال في أي تجميع ليك لازم تحط SSD في جهازك. ما أعتقدش إن المسمى ده بقى غريب بالنسبة لك الفترة دي، كل اللابات البادجت حتى اللي مش جيمنج منها بتستخدم SSD. أيا كان الانترفيس بتاعته، فالـ SSD شيء مهم جدا جدا جدا، لأنه فعلا بيديك فرق كبير جدا في الاستخدام مقارنة طبعا بالهاردات. كبي سي يوزر،
انت دلوقتي انسب اختيار ليك سعرا مقابل اداء هو الـ M.2 والـ NVMe المعتمد على خطوط الـ PCI Express بسرعة X4 مش X2. دلوقتي اقل بوردة انت ممكن تشتريها فيها M.2 واحد معتمد على خطوط الـ PCI Express في السرعة. اقل SSD معتمد على البروتوكولز والسرعات دي بيكون في رينج الـ $65 اللي هو تقريبا من 1000 لـ 1050 جنيه مصري ومساحته 256 جيجا بايت. طبعا انت حاسسها طبعا قليلة جدا مقارنة بحاجة زي الهاردات، بس سرعات بتوصل ل 3500 قراية 2800 كتابة تقريبا. الساتا الـ SSD زي الـ 230S على سبيل المثال بنفس مساحة الـ 220S بس بسعر $42، يعني فرق السعر بين الاثنين هو $23 لصالح طبعا الـ 220S، بس فرق السرعات اكبر بكتير. احنا بنتكلم ان الـ 220S المعتمد على خطوط الـ PCI Express 3X4 اسرع من الـ 230S المعتمد على خطوط الساتا حوالي 5 مرات تقريبا كمتوسط قراية وكتابة. فانا شايف ان الـ SSD ما بقاش رفاهية حتى لو بسرعة PCI Express 4، واعتقد في خلال الفترة اللي جاية الاعتماد هيكون عليه اكبر بكتير من دلوقتي. شوف الكونسول على سبيل المثال لما اضافوا الـ SSD عملوا فرح وزيطة وزنبليطة، وفي نفس الوقت ده احنا بننادي ان الـ SSD يكون وحدة تخزين سنوية في اي تجميعة بعد كده. تاني حاجة هتكون البادجت او الميزانية، دي انا ما بحبش اعتبرها اهم حاجة ولا اول سؤال انت عاوز تجاوب عليه عشان تعرف تجمع جهازك الجديد، لان الميزانية دايما بتحكمني بحاجات معينة وبتخليني اضحي بحاجات انا شايف انها مهمة على حساب حاجات تانية اهم بالنسبة لي. فانا محتاج احدد استخدامي الاول واوفق ميزانيتي على الاستخدام ده، لانك لو مركز معايا انا قلت لك ان استخدام الاشخاص مش زي بعض، بالتالي الاعتماد على القطع في الجهاز مش هيكون زي بعض. الجيمر هيركز اكتر على كارت الشاشة، المستخدم العادي مش هتفرق معاه الحاجات دي كتير، على عكس الكونتنت كرييتور اللي بيكون مهتم بكل حاجة تقريبا في الجهاز. في حاجة كمان تقدر تعتبرها مهمة جدا او سؤال لو جاوبته هيديك اجابة كويسة جدا بس نوعا ما لفئة معينة من الناس، وهي الشاشة. غريبة مش كده؟ لا هي مش غريبة خالص. انا لما بقصد هنا الشاشة مش بقصد الحجم قد ما بقصد الريزولوشن او دقة العرض. الريزولوشن ده مهم جدا لاختيارك لكارت الشاشة. تقدر تعتبر الشاشة او الريزولوشن بتاعها هي حجر الزاوية في اختيارك للكارت. شركات الكروت او الجي بي يوز بتحدد افضلية الكارت عن التاني بناء على الريزولوشن. عندك مثلا الـ RTX 3090 معمول عشان الالعاب على 8K 60 FPS على حسب كلامهم، الـ RTX 3080 معمول عشان الـ 4K 120 FPS على حسب كلامهم، الـ RTX 3070 معمول عشان الـ 2K وبداية الـ 4K، الـ 2K ده اللي هو الـ 1440B وهكذا، فكل كارت معمول عشان ريزولوشن معين. وهو بالمرة لو اشتريت شاشة من أوروس أو جيجا بايت عندك فرصة إنك تاخد SSD مجاني مساحته 120 جيجا، ولو اشتريت كارت شاشة أو بوردة مع شاشة من شاشات أوروس هتاخد SSD 240 جيجا مع ماوس باد جيمينج. يعني كل التفاصيل دي وازاي هتاخد الجوائز دي وايه الشاشات اللي بينطبق عليها الموضوع دوت هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. فزي ما انت شايف الشاشة شيء مهم جدا هتحدد كتير جدا وانت بتشتري، خصوصا لو انت جيمر. الكونتنت كرييتور الموضوع مش كريتيكال قوي بالنسبة له، بس الاهتمام في الحالة دي مش بيكون على الريزولوشن قد ما بيكون الاهتمام على الالوان، والالوان ما بتأثرش كتير في اداء كارت الشاشة. لو جاوبت على الاسئلة اللي فاتت دي يبقى انت دلوقتي بتشتري وبتدفع اللي قدامك ووراك. تقدر تعتبر اللي جاي ده هو عبارة عن شوية نصايح تعملها لما تشتري جهازك. اولا لو ما بتعرفش تركب ما تركبش، ولو عاوز تخوض التجربة دي انا اشجعك، بس خليك حريص جدا والعب في السيف سايد لان الحاجات دي بفلوس كتيرة. البوردة لو فيها مميزات انت محتاجها ادفع فيها، لو فيها حاجة انت مش هتستخدمها ما تجيبهاش عشان هي اسمها بوردة غالية. البوردة الغالية فيها مميزات لو انت ما استخدمتهاش كأنك بترمي فلوسك في الأرض. هي مش هتأثر على الأداء بالسلب لو ما استخدمتهاش، بس هتأثر على الأداء بالإيجاب لو استخدمتها. إياك تجيب كيسة بس عشان شكلها حلو، الشكل مهم، ويمكن ده اللي بيخليك تجمع وبيبهرك أشكال الأجهزة اللي بتشوفها قدامك. بس لازم الكيسة دي يكون فيها كفاءة تهوية كويسة جدا. تهوية كويسة معناه أن القطع هتكون درجات حرارتها مستقرة، تهوية وحشة أو كفاءتها مش عالية مع شغل متواصل معناه ان
انبعاث حراري متواصل، فكميه الهواء السخنه هتكون اكتر جوه الكيسه، معناه ارتفاع مستمر في درجات حراره القطع اللي ممكن بالسلب تاثر على العمر الافتراضي لحاجه زي مراوح الكارت او مراوح الكولر او لا قدر الله القطعه نفسها. الباور قلب الجهاز مهم جدا 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 في الجهاز. مبدئيا كده لو الباور مش موجود الجهاز مش هيشتغل، لو الباور مش كفايه للمكونات هيكون في عدم استقرار في السيستم، فاشتري باور كفايه للجهاز بتاعك ولمكونات الجهاز. واكد دايما على نقطه الكفاءه انها ما تقلش عن وايت لو مكوناتك لو اند او بادجت ليفل. اول ما تشم ريحه الميد رينج هات كفاءه اعلى زي البرونز الجولد وانت وميزانيتك والمتاح قدامك. وافتكر انك ما تنساش الاس اس دي، وما تنساش تشوف مراجعاتنا وتجميعاتنا وتشوف متجرنا بيقول ايه من اللينك اللي تحت في الديسكريبشن. وانت في الطريق لهناك في زرار لونه احمر دوس عليه. اهلا بيك في قناه عرب هاردوير. لايك وشير، رايك تحت في التعليقات، وكالعاده فرج حلقه تظهر لك من هنا. اتمنى اشوفكم في الحلقه الجايه.